مباراة النهاردة أعزائي المشاهدين في الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري الممتاز اللي بتجمع بين الأهلي وإنبي تمام الساعة 9:30 على استاد القاهرة الدولي في درجة حرارة حوالي يعني من 26 إلى 29 درجة مئوية. هيقودها طاقم تحكيم بقيادة محمود بسيوني ومعاه محمد عبد المجيد وماجد المليجي والرابع صبحي العمراوي. أما على الفار فهكون خالد الغندور وهشام الدسوقي، دول حكام الفار. النادي الأهلي وصاحب الأرض اللي بيغرد منفردا على القمة ب 53 نقطة من 21 مباراة لـ8 مباريات مؤجلة، لكن 6 مباريات فقط عن فريق بيراميدز اللي بيحتل المركز الثاني. أما بيراميدز ففي المركز التاسع 36 نقطة من 8، أما فريق إنبي ففي المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 28 مباراة وفي الأمان تماما في جدول الدوري العام. افتتاحية الجولة 29 أعزائي المشاهدين اللي بدأت أول امبارح بمباراتين، الأولى شهدت فوز صعب للإسماعيلي على حرس الحدود بهدف وحيد سجله محمد الشامي في الدقيقة 54، قرب جدا الدراويش من حسم البقاء رسميا 3 إلى 4 نقاط، بكتير 5 نقاط حتى يضمن الإسماعيلي البقاء في الدوري الممتاز. المباراة الثانية كانت مباراة العجائب والغرائب وأخطاء مدافعي نادي غزل المحلة واستغلها على أفضل ما يكون نادي بيراميدز، فسجل بدلا من الهدف هدفين، الأول عن طريق إسلام عيسى في الدقيقة 26 والثاني كان لواحد من نجوم الموسم من وجهة نظري من أفضل اللعيبة في الدوري الممتاز وليد الكارتي لاعب نادي بيراميدز الحقيقة بيتألق وبيقدم عروض رائعة. خطأ دفاعي استغله نادي بيراميدز وسجل منه الهدف الثاني وفاز على المحلة في المحلة 2-0. امبارح اعزائي المشاهدين اتلعبت 3 مباريات. المصري بعد ما كان متاخر امام نادي الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء عن طريق هداف الدوري مابولولو اللي رفع رصيده الى 14 هدف، لكنه المصري بقياده كابتن ميمي عبد الرازق نجح في العوده من جديد وسجل هدفين، الهدف الاول لمحمد عبد اللطيف جريندو من ضربه جزاء وهو اللي حصل على الضربه الثانيه عشان الجلاسي الياس الجلاسي يسجل هدف الفوز لنادي النادي المصري وثلاث نقاط غاليه للغايه. مباراه المقاولون العرب مع فريق طلائع الجيش واللي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف، وكالعاده محمود ابو السعود حارس مرمى المقاولون العرب يتالق، حاول كلا الفريقين الوصول للتهديف والوصول للمرمى ولكن انتهت المباراه بالتعادل السلبي بين الفريقين ونقطه بتصعب شويه من مهمه فريق نادي طلائع الجيش. نادي الزمالك تعادل بالامس بصعوبه مع الداخليه رغم تقدمه بهدف للحقيقه سيف الجزيري من عرضيه ولا اجمل لشيكابالا، لكنه من ضربة جزاء صحيحة ومستحقة، خطأ في الخروج لمحمد صبحي، سمير فكري بيسجل هدف التعادل وضاع الفوز من فريق نادي الداخلية أمام نادي الزمالك.